أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قصدت بيت أسرة عدد سكانه يفوق 10 مساكين ما بين صغير وكبير، فهل يجزئ أن أعطيهم كيس رز مقداره 15 كيلا عن كفارة اليمين؟ نعم، إذا كان عددهم 10 كلهم يأكلون الطعام ويتغذون بالطعام فأعطهم الكبير والصغير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.